قال هكا حروف الجر وهي من إلى حتى قال حشاهدات عن على منذ رب اللام كي وهو والكاف والبا ولا عل ومتى لله يخصص منذ حتى والكاف والبا ورب وتى وخصص بمنذ ومنذ الوقت وبرب منكرا وتاء لله ورب وما رواه من نحو ربه فتى نزل كذاك ها ونحوه فتى أتى بعض وبين وابتدي بالأمكنة بمن وقد تأتيني بل لزمنا وزيد في لفين وشبه فجر نكرة كما لبعض من نفر بالانتهاء حتى ولام وإلى ومن وباء يفهمان بدلا واللام للملك وشبه وفي تعدية عظا وتعليل قفي وزيد والظرفية السبيل بباء وفي وقد يبينان السبب بالبسع وعد عوض الصقي ومن مع ومن وعن بأنطقي على للاستعلاء ومعنى في وعن بأن تجاوز على من قد فطن وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد جعل شبيب كاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد واستعمل اسم وكلا عن وعلى من اجل عليه ما من دخل ومل ومن عثمان حيث ورفع او اولي ذلك جيت ومدعى وان يجر في مضيه فكم وما هو بالحضور معنى في السبيل وبعد منه عن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علم وزيد بعد رب والكاف فكف وقد يليه ما وجر لم يكف وحذفت رب فجرت بعد بل وفاء بعد الواو شاع للعمل وقد يجر بسوى رب لدى حذف وبعض الرؤى مطلس قال الجر إما الجر الاصطلاحي وهو قسيم الرفع والنصب فهي حروف الجر بها المعنى لأنها تحدث الجر في الاسم الواقع بعدها وإما الجر اللغوي وهو أنها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء إذا قلت كتبت بالقلم الباء جرت معناها كتب إلى القلم جلست على الكرسي على جرت معناها جلس إلى الكرسي فهو جر لغوي قوله هاك ها أي خذ اسم فعل معناها خذ والكاف حرف خطاب وعلى العموم الأصل أن الكاف ضمير خطاب يقع في موضع جر ويقع في موضع نصب مررت بك جر أكرمك نصب لكنها تقع حرف في خمسة مواضع هنا في هاك وفي أرأيتك وفي رويدك وفي إياك وإياك وإياكما وإياكم ومع اسماء الإشارة نحو ذاك وذلك ففي هذه المواضع الخمسة هي حرف قال لك حروف الجر عدى رحم الله 20 حرفا وهي من إلى حتى خلا حشا عدافعا على منذ رب اللام بي وأنثى والكاف والباء ولعل عدى 20 قالوا ترك أحد وهو حرف جر عند السيبويه وهو لولا في قول العرب لولاه ولولاك ولولاه قال السيبويه هي حرف جر لا تجر إلا الضمير ورد عليه بأنها في هذا الوضع كما هي والضمير بعدها مبتدأ ولكنه من قبيل الإعارة استعاروا ضمير الجر لضمير الرفع فما بعد العرب مبتدأ لولاك لما أتيت قال الكاف مبتدأ ما في حد رفع وإنما استعار ضمير الجر للرفع كما وقع عكسه في قول أحد اليمنيين يا ابن الزبير طالما عصيك وطالما عنيتنا إليك استعار ضمير الجر للرفع وكذلك هنا قال والله أعلم المهم خلا وعدا وحشا بحثت في الاستثناء إذا جر ما بعدها فهي حروف وإن نصب فهي أفعال ولذلك لم يذكرها كي حرف جر عند بعض العرب تجر ثلاث أشياء تجر ما الاستفهامية في قول العرب فعلت هذا كيما إذا سألوا عن الشيء وتجر ما المصدرية ومدخولها كقول الشاعر إذا أنت لم تنفع فضر فإنما يرجى الفتاة كيما يضر وينفع وتجر أن المصدرية ومدخولها وتكون في الغالب محذوفة نحو جئت كي أتعلم إذا قدرت أن الأصل كي أن أتعلم وأنك عادتها بنيتها وظهرت بعض التراكيب فقالت كل الناس أصبحت مانحا لسانك كيما أنت غرى وتخدع إذا كي حرف جر في ثلاثة مواضع فقط انتهى أمرها بقينا في متى حرف جر عند هذيل يقولون أخرجها متى كمه أي من كمه معنى من لعل حرف جر عند عقيل شبيه بالزائد
قال لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم لعل بالمغوار منك قريب مردها مبتدأ مرفوع بضم مقدرة منع نقول اشترى المحل بحركة السلام بحركة حرف الجر الزائد حرف الجر الشريف الزائد انتهت هذه ستة بقينا في البقية سبعة منها تجر الظاهرة والمضرة وسبعة لا تجر إلا الظاهرة الله يخصص منذ حتى منذ ومنذ حتى والكاف والواو ورب وتاء لا تجر إلا الظاهرة تجر المضرة ليس هذا فقط منذ ومنذ تجر الظاهرة ولا بد أن يكون وقتا تقول ما رأيت منذ يوم الخميس منذ يوم السبت ولا تقول منذ زيد أو منذ عمري هذا ما أقول يخصص منذ ومنذ وقتا وبرب منكرا رب لا تجر إلا الظاهرة ولا بد أن يكون نكرا نحو رب صديق لنا رب صاحب لنا رب رجل صالح سيزورنا والتاء لله التاء لا تدعو لرب الجلالة وفيها تأكيد تالله ورب كذلك سمع من كلام ترب كعبة وسمعة حياتك ولا يخفى ما فيها لا تجوز وما رأوه من نحو ربه فتاة نزور سمعة ربه جارة لضمير ضمير تميزه نكرة ربه عاطبا أقلت من عطبه سنة هذا وهو قليل كذلك ها ونحوه أتى الكاف جر بها الضمير بقولهم خلل لنا باتي شمالا كذبا وأمه علي كهاء وأقربا وسمع من كلام الحسن أنا كك وأنت كي وسمع بعضهم يقول والحرب شمرت لم تكن كي حين تدعو الكمات فيها نزالي فجرت الكاف الضمير هذا قليل هذا قليل كذلك ها ونحوه أتى بدأ بمعانيها بدأ بمن ومن أقوى حروف الجر تجر حروف من قبله ومن بعده من قبله ومن بعده ومن حيث وخيوم من حيث أخرجكم بدأ بمن قال بعض وبين بعض تهين تبعيد لن تنال الجزء حتى تنفق ومما تنفقون بعض ما تنفقون وبين تأتي بيانية وعلامتها أن يصلح ما بعدها خبرا عما قبلها ويسمى بالرسل من الأوزان تصلح أن تقول رسل الأوزان وابتدي في الأمكنة خرجت من مكة إلى المدينة سبحان الله يسر بعبده إلى من المسيح حرام يرمسي الأقصى بجاز غاية مكانية وقد تأتيني بدي الأزمة تخيرنا من أزمان اليوم حليمة إلى اليوم قد جربنا كل التجارب من أزمان بالغاية الزمانية لمسي وسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه أنا أقول وقد تأتيني بدي الأزمة وزيد في نبي وشبه النبي النبي والاستفام فجرنا كرة جرنا كرة وسمع ذلك في قول الله عز وجل ما تلا في خلق الرحمن من تفاوت نبي فرج البصر عن تلالي فطور السلام وتجره إلا الفاعل نحو ما جاء من أحد أو المفعول ما رأيت من أحد أو المبتدأ ما في الدار من أحد وقال كوفية تجره تأتي من زائدة وتجره غير النكرة وتأتي غير النبي واستدلوا بقول الله عز وجل أغفر لكم من ذنوبكم قال أنا قل وزيد في نجوم وشبهي فجر مكرة كما لدار من مقر مثل نقل في أراضي مثل مرفوع بضم مقدرة مع الشرع المحد في حال الفوجر الزائد انتهى حتى انتهاء للغاية واللام مثلها وإلى مثلها وأقواهم أقواهما في هذا أقواهن في هذا إلى قصة أن تقول صورت الدار حتى إلى أذنه الليل إلى نصف الليل يا رب الليل أن حتى فإن لا تجر إلا الغاية أو ما اتصل بها السلام هي حتى مطلع الفجر الغاية فجر والمطلع متصل بها فقول صورت الدار حتى صورت الدار حتى الفجر أو حتى مطلع الفجر ولا تقول حتى نصف الليل حتى لأنها متصل بالغايات والتجرد الآن قليل
السماء اللام للغاية قليل، السماء اللام للغاية، السماء اللام للغاية قليل، قلنا كل يجيب أجل المسمى قبل إلا بعد اللام، ما بعد حتى يدخل ولا يدخل. يا قلت يا قلت نتت في نتت من اليوم الأول إلى الرابع، هل الرابع يدخل ولا يدخل؟ نكت في نكت من اليوم الأول حتى الرابع، هل هذا ما بعد الغائب؟ هل المغيّة يدخل ولا يدخل؟ قولي بعضهم ما بعد حتى وإلى لا يشكل، ما بعد حتى وإلى لا يشكل، وقيل يخرج وقيل يدخل، ذلكها إن كان بعضا دخل. قلت وما أحسن، قلت وما أحسن قول من خلا، وفي دخول الغاية الأصح لا، وفي دخول الغاية الأصح لا، يدخل في الله وحتى دخل. الشيخ نمو رحمه الله مثل تعامل ولدون يسكي هذا ما خير ما قلوه من جاء حتى ولا من وإلى ومن وداء الإيمان بدلا من وداء السامرين البدلية. يقول تعالى ولو نشاء لجعلنا أمينكم ملائكة الوادي يقضي بدلكم. أباء قال النبي صلى الله عليه وسلم لي بيا حمر نعم بدلا أنا قلوه من وداء الإيمان بدلا.